هاي حبايب قلبي، كيفكن؟ اشتقت لكم كتير كتير من الفيديو الماضي. اليوم احبائي رح اعلمكم على طريقة الطاووق او الشيش الطاووق اللي نحنا بنعملها بطريقة كتير طيبة وبطريقة جديدة وبمكونات ولا اطيب من هيك ولا اشهى من هيك. انا احبائي، انا عندي هون صدرين من الدجاج، انا عندي هون تقريبا شي كيلو ونص، اسم الله كتيره. انا عندي هون المكونات. شو هن المكونات؟ رح اقلكن عنها. انا عندي هون حامضه، انا عندي هون ثوم دقيتهم، لبن، الزبادي، الخل، عندي طماطم البندوره او شراب البندوره، وعندي زيت الزيتون، بالاضافه عندي بهار الطاووق. انا عندي هون بودرة الثوم، انا بحاجة لكل شي ملعقة ملعقة. انا عندي هون قرفة سوداء او حبة سوداء، انا عندي هون القرفة ملعقة صغيرة، ملعقة سكر، ملعقة نعناع يابسة، فينا كمان نستخدم الكزبرة اليابسة، بالاضافة الى البهار الحلو، فينا نحط البهار الحار الكاري طبعا. هلا انا رح اعلمكم على الطريقه كيف نحنا رح نعملها، بس طبعا قبل ما باشر بالتحضير، اذا اول مره بتفوتي على القناه وعجبك المحتوى بتمنى انك تكبسي كلمه اشتراك او سبسكرايب حتى يوصلك مني كل شيء جديد، واهم شيء ما تنسيني من اللايك لانه كل شيء انا بنزله حتى تشوفيه اول وحده، واهم شيء شغلي كل الاشعارات. هلا انا مباشره رح باشر بتقطيع صدورة الدجاج. هلا حعلمكم كيف انا رح باشر بالتقطيع، او بقلكن شو، خلينا على جنب، حطن على جنب، رح باشر حط بالمكونات. بداية انا عندي هون الجات، رح حط كل شي بقلب بعض. عنا الحامض بهيدا الشكل، انا عندي هون الثوم، راسين التوم انا دقة رح حطهم بقلبها. اوكي، انا عندي هون الزبادي رح حطهم كلهم. انا رح عندي هون الخل، اذا لاحظتوا الكاس الكبير انا بحاجة ل كاس كبيرة من الخل، خل الابيض، فيكن تحطوا خل التفاح هيدا الشكل، بالإضافة للشراب البندورة أو رب البندورة هيدا الشكل، بالإضافة لزيت الزيتون. إذا بحال ما في عندكم زيت زيتون فيكن تحطوا زيت نباتي هيدا الشكل. أوكي، هلأ رح أخلطهم كلهم بقلب بعض. هلا بعد ما انا خلطت المكونات كلها ببعضها، هلا رح باشر بوضع البهارات. فينا نحط كمان بهار الزنجبيل، انا هون حطيت بهار الحلو، هيدي النعناع اليابسه، فينا نحط نحن مثل ما ذكرت النعناع الكزبره اليابسه، بالاضافه انا عندي هون ملعقه سكر صغيره جدا، انا عندي هون بودرة ثوم، انا عندي هون الحب السوداء، بالاضافة الى شوي من القرفة. هلا رح اخلطهم كلهم بقلب بعض بهذا الشكل. طبعا نسيت نحط ملعقة من الطاووق، بهار الطاووق هيدا الشكل، هو اللي رح يعطينا اللون الحلو. وبنخلط. حلو انه ست البيت تعرف بكل شيء، يعني هيدا كتير حلو، قديش نحن بنوفر على زواجنا امور كتير من هيك. يعني تصور مثلا بكره علمتنا على طريقه الفاهيتا وشو هن الخلطات السريه، بالاضافه انا عندي هون اليماما
الصويا صوص، رح حط انجا شوي صغيره، ما رح كتر، نقطه فقط بهيدا الشكل. اوكي، شوي صغيره بتعطينا نكهه كتير طيبه. هلا بعد ما صار الصوص جاهز، شو بدي اخبركم ريحته بتعقد، رح حطه على جنب ورح بشر بال الصدورة. كيف انا رح اقطعهم؟ رح اعلمكم كيف تقطيعهم. رح بشر بتقطيعهم، رح اعلمكم كيف. انا عندي هيدا الصدر ما شاء الله كتير كبير، هيدي الوصفة فينا نحنا نقليهم وفينا بنفس الوقت نشويهم، هيدي خاصة للشوي. يا سلام، هلا كيف رح نقطع؟ هو اسمه كتير كبير، ليكو رح نبشر تقطيعه هيك. في اشخاص بيقطعوهم كتير صغار، في اشخاص وسط، في منهم يعني حسب. هيدا الشكل تكون تقريبا الحبة هالقد، عشان شفتوا كيف، علشان يتغلغل الصوص فيهم. اذا حسيتوا القطعة كتير كبيرة قطعوها لاثنين، عشان هيدي القطعة كتير كبيرة انا رح اقطع على اثنين بهيدا الشكل. مثل ما ذكرت انه حلو اللي ست البيت تعرف كثير امور، انا شو بتسهل على زوجها امور، من خاصه نحن بهالغلا انه نروح نجيب قصص من السوبر ماركت هالقصص. انا بنصح كل سيده تعمل هيك. شفتوا ما شاء الله، انا هيك بدي اياه، هيدي بتنفع للشابه. انا عندي هون صينيه مثل ما شايفين، انا هلا رح احط فيها الطبقات بهيدا الشكل. في انا احطهم بيجات، بس هيدي بس نحط عليها الصوص بتكون ان هيك تتشبع اكثر فيهم للصدر الدجاج. اوكي، هلا انا رح كملهم احبائي وبرجع لكم. وهلا احبائي من بعد ما انا قطعتهم كلهم، رح نجيب الصوص اللي انا عملته من كل المكونات، نحركهم لاخر مره. اذا بدنا فينا كمان نحن نخلطهم بالبلندر للصوص اللي انتم بتحبوا، طبعا هو الخلاط الكهربائي. الله، ريحة ما تتخيل ريحة الصوص او المكونات كلها بتعقد. هلا رح بشر بيه خلطة هيدا الشكل على الكل. هلا بعد ما انا عملتهم هيك رح نحطهم كلهم بقلب بعض هيدا الشكل. شفتوا الصوص اعطانا دبل الكمية. هلا هون احبائي انا رح غلفهم واتركهم 12 ساعة من بالليل للصبح بيكونوا جاهزين. وإذا بدنا نحن دغري نعمله ننطر عليهم ساعتين حتى الصوص اللي نحن عملناه يتغلغل بصدر الدجاج الطابوق، وهيك بتكون صارت عنا جاهزة. بتمنى يا رب ينال هذا الفيديو إعجابكم، إذا عجبكم اعملوا له لايك وشير لحتى يستفيد أكبر عدد ممكن. إلى اللقاء بفيديو جديد، باي باي.